احب اعرفكم بدايه بيا. انا اسمي دكتوره عليا الاجهوري، استاذه الامراض الباطنه بكليه الطب جامعه اسكندريه، وحاليا بتشرف ان انا اكون رئيس وحده الغدد الصماء بكليه الطب جامعه اسكندريه. الحقيقه رمضان من الشهور الكريمه في السنه لكل الناس بتحرص فيها على انها تصوم، لكن طبعا احنا كاطباء بتواجهنا مشكله ان في بعض الناس ما نقدرش نقول لها صومي. ربنا سبحانه وتعالى زي ما ادى رخصه للناس ان هي تصوم، ادى رخصه للناس ان هي او فرض علينا الصيام، ادى رخصه للناس ان هي ما ينفعش تصوم. والدكتور لما بيحدد للمريض ان هو ما ينفعش يصوم، ده بيبقى اولا تطبيقا لكلام الله سبحانه وتعالى، ثانيا عشان مصلحه المريض، لان في بعض الناس الصوم لها يؤدي الى ان مستوى السكر بتاعها يا اما يهبط يا اما يعلى، يا اما ان هي الكلى بتاعتها هتتعب، يا اما ان قلبها يعني بصوره مبسطه ان هي هتخش في مضاعفات. فالمفترض ان المريض اللي عنده سكر اللي ماشي على ادويه بيروح توجه للطبيب المعالج له قبل ما بدايه شهر رمضان على الاقل بفتره شهرين ثلاثه، علشان يضمن ان الدكتور يبتدي يظبط له السكر ويتاكد ان هو ما عندوش مضاعفات، ولو في مضاعفات موجوده يبقى لازم ان احنا نظبطها قبل ما يحل علينا الشهر الكريم، علشان نقدر نصوم صيام امن لا ضرر ولا ضرار. واحنا ديننا دين البساطه والتسامح، ما يعني ربنا زي ما قال الفرد قال ان الفرد ده ممكن بعض الناس تستثنى منه. فأتمنى من حضراتكم أولا الالتزام بما يقال لك من ناحية الطبيب. الحاجة الثانية إن إحنا مش معنى إن إحنا داخلين على شهر رمضان وإن إحنا سكرنا نتظبط إن إحنا نقدر ناكل كل حاجة، لأ برضو حضرتك يعني ما ينفعش تخش رمضان وإنت سكرك متظبط وتطلع من شهر رمضان وإنت سكرك بايظ، ترجع نفسك 3 4 5 6 شهور ورا. فيفضل ما قل ودل، نفسنا في الحاجة إن ناكلها بس بتقنين علشان ما نطلعش من رمضان سكرنا بايظ. وكل سنة وحضراتكم طيبين.